داء السكري ثالث سبب للوفاة عالميا يعود هذا العام في ظل أزمة وباء كورونا. الجزائر بدورها اختارت شعار سنة كورونا والسكري للتوعية والمطالبة بتقيد هذه الفئة بمختلف الإجراءات الوقائية لتجنب أي إصابة محتملة. المعروف ان هذا الوباء لا بانديميا ديال الخطير الموجود في كل العالم ماشي غير في الجزائر، ولكن هو يعني ممكن كاين ناس اكثر عرضه لهم كما نقولوا حنايا لي مالادي كرونيك، الامراض المزمنه اللي عندهم ممكن الجهاز المناعي تاعو. لهذا احنا كجمعيه نحسوا يعني كيفيه اخذ التدابير الوقائيه من خلال ابتعاد كل البعد التجمعات، ممكن خرجات العشوائيه، حتى نشوفوا حنايا الاعراس والجنائز وكل هذا ممكن يسبب خلل بالنسبه للجسم الانسان لما نتكلم على وباء كورونا. والمعروف ان المصاب بمرض السكري ولا الضغط الدموي ممكن يكون عنده نقولوا احنا اكثر خطوره. وبعيدا عن اي تهويل، يوصي الاطباء بضروره اتباع اجراءات الوقايه المختلفه لتفادي الاصابه بفيروس كورونا وتفادي اي مضاعفات. الجمعيه اخذنا الانيشيتيف وانه احنا قلنا لو قاعد في دارك والدواء يلحق الباب لدارك. كيفاش درناه انه رحنا احنا نروحوا للمريض نجيبوا بطاقه الشفاء ونروحوا للميدسان نديروا لوردونونس، من هذاك نروحوا للفارماسيا نجيبوا الادويه نعاودوا نوصلوا له حتى للدار. يعني كل هذا يعني غير باش يعني كما نقولوا احنا المريض يقعد في الدار اذا مصابون بهذا المرض ماشي با لا فين دي مون، باسكو كاين عندنا عينه اللي كاين مرضى اصيبوا بهذا الوباء ومصابون بداء سكري والضغط الدموي، يعني ممكن حتى يعالجون بالانسولين والحمد لله شوفيهم من عند الوباء، يعني سي با لا فين دي مون، ولكن يجب اخذ التدابير الوقائيه واخذ الحيطه والحذر. مختصو التغذية يشددون على وجوب اتباع نظام غذائي صحي بهدف تقوية المناعة. وعلى السكري لما نتكلموا على علاقة السكري بكوفيد 19، نمط معيشي للسكري يعني جيد بل جيد بالامتياز. علاش؟ لأن النصائح اللي مدوها للسكري يبقى يعني نصائح صحية، يعني يحتاجها اللي عنده السكر اللي ما عنده السكر. يحتاجها اللي عنده السكر من أجل يعني انضباط السكر نتاعو ويقاوم المضاعفات. أما اللي ما عنده السكر يستعملها من أجل الوقاية من ظهور السكر تاعو، خاصة اللي يعاني من السكر، خاصة يكون في أسرة سكري من النوع الثاني. لأن السكري من النوع الثاني وعنده علاقة بالوراثة وعنده علاقة بالغذاء السيء وعدم الحركة. إذن هناك عامل الأول هو الغذاء وعامل الثاني هو الحركة والعامل الثالث هو الوراثة. السكري داء كغيره من الأمراض التي قد تصيب فئات مختلفة، وتجارب إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا تؤكد على وجوب التقيد بإجراءات الوقاية لتجنب كل تعقيدات محتملة.